وصل بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هذا اليوم إلى روسيا الاتحادية في زيارة يجري خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تتركز على العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، إضافة إلى بحث مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المفدى لدى وصوله إلى مطار موسكو السيد جاتيلوف جياندي ميخائيلوفيتش نائب وزير الخارجية بروسيا الاتحادية ورئيس قساوسة الكنيسة الأنطاكية الروسية نيفون سياكلي وعدد من المسؤولين في الحكومة الروسية، وسعادة السيد أحمد عبد الرحمن السعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية، وسعادة السيد فاجييف غارييف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين وأعضاء السفارة، رفقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.